أنا كنشوف بأن الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية مهمة جدا بالنسبة للمواطن كيفما كان المستوى ديالو الاجتماعي، وهذه مسؤولية ديال لي باترون ديال المشغلين باش يمشيو في هذا الاتجاه. مع الأسف عندنا بعض التجارات اللي هي هشة وما كتستحملش واحد الصالير اللي هو كبير، واللي يمكن هذاك اللي كيشغل معاه واحد ولا جوج ديال الناس واللي يلاه كيتكافى مع راسه يمكن غتجي القضيه صعيبه. ولكن هذا ما كيمنعش باش المواطن هذاك اللي عنده واحد العمل واللي عنده واحد المقاوله باش حتى هو يكون مسؤول في هاد لان بحال هاد الجائحه بينات على واحد العدد ديال المشاكل الاجتماعيه اللي عاشوها هادوك الناس اللي خدامين. اللي كنشوفوا هادوك اللي خدامين في القهاوي ولا خدامين في الحلاقه ولا خدامين في المطاعم، وهذا اللي عندهم واحد الصالير اللي هو واحد ضعيف ويمكن كيعيشوا غير من هذاك اللي الزبون اللي تيعطيهم واحد القدر ديال المال، تيبان بان راه واحد العدد كبير اللي هو ما محسوبش خدام، ولكن هو خدام ولكن ما محسوبش خدام، وبالتالي ما عنده لا تعويض ما عنده لا تامين لا والو. فوقاش غادي يحس بالضرر؟ غادي يحس ملي غادي يبدا يزيد في السن ديالو، ملي غادي يبدا يكبر وغادي يعرف بان ما خلى حتى شي حاجه اللي يمكن لها تعود عليه، نهار ما يبقاش عنده لا صحه ما يبقاش عنده الامكانيات كيفاش ياخذ التعويض ديالو التقاعد الى اخره. هادو اشياء اللي خص واحد التحسيس كبير بالنسبه للمواطنين، وخاص نشجعوا الدوله خاصها تشجع هذاك المقاول الصغير والمتوسط، ماشي هو يلاه بادي وتبدا تنزل عليه بالضرائب وتنزل عليه بالمراجعات، تحمل المسؤوليه ديالها باش النسيج الاقتصادي يرجع للسكه الصحيحه ويعطينا مقاولات صلبه واللي تقدر تطور مع الوقت وتشجع بحال هذه المقاولات. احنا في المغرب دار واحد هو جلاله الملك نصره الله دار واحد المبادره اللي هي فريده من نوعها، سباق لانشاء هذاك الصندوق ديال كورونا. هذاك الصندوق ديال كورونا ومعها كان استجابه كبيره، وقدرنا باش نجمعوا واحد اكثر من 32 مليار ديال الدرهم. هذا الصندوق هذا مكن انا بالنسبه لهاد الموظفين وبالنسبه للقطاعات الاجتماعيه اللي مشى فيها هذا الصندوق واللي صرف فيها المال اللي كيصرف فيها دابا، كانت فكره جيده جدا. هذا جانب من ناحيه الامن ديال الاجتماعي ديال البلاد. من الناحيه الاخرى راك عرفتي كل شيء وقف، العمال ديالنا ما جايينش ما غاديش يجيو ولا يمكن يجيو في واحد الفتره صغيره على حسب الحجر اللي كاين. العمله الصعبه ما دخلاتش رونو وداك الشيء واقف، ما كاينش واحد النشاط اقتصادي اللي هو غادي يجيب للبلاد هذاك الدوفيز العمله الصعبه. زياده على ذلك كانت واحد السنه ديال الجفاف اللي حتى هي اثرت على الاقتصاد الوطني، زائد دابا حتى القدره الشرائيه ديال المواطن ضعافت ما عندوش هذا اللي عطاهم 2000 درهم واش غادي يخلص بها يخلص الكرا ولا يخلص الاكل ولا يخلص اللباس. ما من الناحيه الاقتصاديه الا جينا نشوفوا منطقيا غادي يكون وضع اقتصادي صعيب 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 جدا، ويمكن هذا الوضع الضياع الاقتصاديه تسري غادي تمشي واحد عامين ولا ثلاث سنين على حسب هذا الاقلاع اللي غادي يكون. وهنا فين خاص يكون الذكاء الحكومي، كيفيه الاقلاع الاقتصاد الوطني، شنو هما الاولويات اللي خصنا نمشيو، شنو هما الاشياء اللي حنا كنا كنحسبوها ماشي مهمه ولكن بان بانها مهمه، كيفاش هذاك الرقمنه وكيفاش هاد الديجيتال هادشي اللي دابا ولينا كنستعملوه بواحد الشكل كبير
يكون من الاشياء اللي هي غادي تعطي واحد القيمه مضافه للعمل ديال الحكومه ولا جميع الاجراءات، ويكون واحد الاقلاع اللي كيعتمد على القيمه المضافه. ماشي ولا بد تكون عندنا ولا بد واحد 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 التجاره نجيبو من برا ونبيعو، ولا خاصنا نبتكرو بعض المهن اللي هي عندها قيمة مضافة عالية جدا، ونستثمروا في ليزانجينيور ديالنا، في المهندسين، في الأطباء، في رجال الأعمال، والناس اللي هما عندهم داك النظرة الاستراتيجية للإقلاع، ونكونوا جادين في العمل ديالنا، وتكون الحكمة ديالنا في الموارد ديالنا، ونشجعوا جميع القطاعات اللي هي كنعرفوها مديرة الدخل من ناحية الاجتماعية، ونحاولوا نهيكلوا جميع القطاعات باش حتى هما يساهموا في الخزينة ديال الدولة. هادو إجراءات اللي خاصها، وحنا كنتمناو من النموذج التنموي الجديد اللي هو غادي يجي إن شاء الله، نتمناو يجي في أقرب وقت باش يكون خدا بعين الاعتبار واحد العدد ديال القطاعات اللي هي تكون مختلفة على هادشي اللي حنا كنعيشوه اليوم، لأنه ولا بعض السياسات ولات متجاوزة جدا. يجيو بواحد الإجراءات اللي هي جديدة ومبتكرة. كاينين أمثلة كثيرة، ما كاينش غير الشمال، كاين أمثلة كثيرة اللي استطاعت بالعبقرية ديال الناس ديالها، والمغاربة الحمد لله راه بارهن على العبقرية ديالهم، باش نلقاو واحد النموذج ديالنا اللي يمكن له يعطي المغرب واحد القوة كما عطاها دابا، يعطي واحد القوة اقتصادية ونمشيو فيها إن شاء الله بالأبناء ديالنا وبالطموح ديالنا وبالثقافة ديالنا، حتى إن شاء الله نوصلوا لها. للأسف لا بد كتلقى واحد المواطنين اللي هما صادقين، وهذوك اللي صادقين ما كيتكلموش بزاف، هما اللي كيضيعوا بزاف. وكتلقى ناس اللي هما عندهم تحايل على الاشياء، هذه طبيعتهم. عندك كيفاش دابا حنا في القطاعات الاجتماعيه بالنسبه للراميد كنا كنراهنوا على في الاول 8.5 مليون مستحق ديال الراميد، دابا راه فايتين 12 مليون. منين جات هذيك 3 ولا 4 مليون اللي زايده؟ اكيد فيها شي ناس اللي هما عندهم، ولكن كيستافدوا حتى من الراميد، لان لقاو شي فرصه كيفاش شي حيله باش يستافدوا. هذا نفس الشيء اللي واقع مع هذا الصندوق. انا كنعرف ناس قراب اللي ما عندهمش، وارملات اللي ما عندهمش، مطلقات اللي ما عندهمش وعندهم الاولاد وما قادرينش باش يغطيو ولادهم ولا ياكلوا ولادهم. واحد عنده في رصيد ولا عنده في البنكة، هذا وتا كيستافد. هذا اشكال. ودائما حنا كنا كنطالبوا بداك البطاقه ديال البطاقه اللي كتعطي اللي كتصنف الناس اللي هما محتاجين ولا اللي محتاجين ولا ما محتاجينش، باش هذيك البطاقه المعلومات يكونوا تكون هذيك البطاقه ديالهم هي التاريخ ديالهم وشنو عندهم في اي حاجه. هذا الشيء خصنا نوصلوا ليه. انا ملي كنهضر على الرقمنه وكنهضر على الاشياء اللي خاصها تكون حنا ولا بد خاصها انا والحكمه فيها، بحال دابا كنقول سي ان اس اس، ملي غادي تجي تاخذ لاكار ديال سي ان اس اس كاين واحد لوجيسيال غادي يقول لك شمن دواء خديتي، شنو المرض اللي فيك، امتى باش تعالجتي، فين كنتي، فين دوزتي، شحال خلصتي، الى اخره. متبعك هذيك البطاقه، التاريخ ديال المرض ديالك. ما يمكنلكش تاخذ ديك البطاقه وتعطيها لواحد اخر يدوز، ما يمكنش، ما تدوزش لان ما كاينش ما مطبقاش. اشياء ديال الحكمه اللي هي خاصنا ولا ضروريه دابا باش غادي تكونوا حنا ندوزوا لواحد ندير واحد الطفره
تكنولوجية كبيرة، وغادي غادي غادي تطلب منا واحد الميزانية. ولكن هذاك الشيء اللي غادي نربحوا منا أضعاف وأضعاف داك الميزانية اللي خسرناها، وهذه مع الوقت وغادي تبقى. داك الشيء علاش هاد الأشياء هاد اللي كتمارس غادي تبقى، وراه كاينه في دول اللي هي متقدمه وهذا كتلقاه عنده، ولكن باغي المزيد على حساب واحد فقير زجر ولا بدا. هذا مفروغ منه، لان تحايل على القانون وعلى الاجراءات وهذا الزجر خاصه يكون، ولكن وخصوصا في هذه الظرفيه هذه، وحتى هذوك اللي عطاو واحد المبالغ ماليه في هذا الصندوق ديال الكورونا يتسائلوا، غادي يبداو يتسائلوا هذاك الاموال اللي عطاو باش يساعدوا البلاد على اجتياز هذه الجائحه، فين مشاو؟ من حقهم يعرفوا فين مشاو. مشات واحد العدد لقطاع الصحه، مشى واحد العدد لقطاعات الاجتماعيه سي ان اس اس، وهذا الصحه اشنو دارت به؟ واش هذاك الشيء خسراتو كان اللي خسرات كان مجدي، واش كان في بلاصتو، ولا دارت غير شي حاجه باش تخسر فلوس؟ هذا هو الحساب، باش نمشي بحال هكا. واي اجراء تخاد تحاسب عليه الحكومه في جميع المكونات، وهذا الدور ديال البرلمان وبالخصوصا ديال المعارضه، خاصها توقف على جميع درهم اللي مشى وتعرف فين مشى، لان هذوك اللي حنا محتاجين كل درهم، حنا محتاجين ليه، لان التنميه ديالنا خاصها امكانيات، خاصها امكانيات، ما خصناش نبداو نلوحوا يكونوا شي امكانيات ونبداو غير كنلوحوا، ما يمكنش. نفس الشيء، وحنا المهم تطبيق القانون على هاد الممارسات الاخلاقيه واللي هي كتسيء المجتمع ككل من ناحيه ديال هذا، ولكن حنا علينا باش نديروا جميع الاجراءات الزجريه لهذه المخالفات هذه اللي كتوقع. وكنظن بان كانوا بعض الحالات اللي هذا، وكاينين بعض الشكايات، وداك الشكايات حتى داك الشكايات اللي كيديروا الناس اللي هما ما استطاعوش باش يتوصلوا بالمساعدات يمكن كثيره بزاف، والجواب عليها قليل، كاين الناس كتسنى الجواب، كدير الشكايه وبقى تسنى الجواب الى اي، مازال ما كاينش جواب.